هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا جويا بمطار العلمين الدولي على هامش افتتاحه لمعرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024. حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، فضلا عن عدد من الوزراء ورجال الدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة في المعرض.